هذا الدرس اللي ساهمت في تقديمه هو في إطار شراكة بين الأسكوا والجامعة اللبنانية الأمريكية واللي بمقتضى الأسكوا تدعم برنامج الماجستير اللي موجود في الجامعة. حاولت لأنه في خلال هذا الدرس لأنه نعطي نظرة لموضوع المرأة والسلام والأمن نظرة مختلفة على ما يجدونه الطلاب في المراجع الأكاديمية ولا في يعني الدروس التي يأخذونها في إطار هذا الماجستير. هذه النظرة هي نظرة خارجة من تجربة الأسكوا في التعامل مع الدول الأعضاء ومع جميع المتداخلين في موضوع المرأة والسلام والأمن. التجربة كانت جميلة جدا على الأقل بالنسبة لي أنا، وكان التفاعل مع الطلاب كان شيق بصراحة. نوعية الأسئلة كانت أسئلة يعني مختلفة على الأسئلة التي يطرحونها على أساتذتهم. كانوا متشوقين خاصة للدور التي تقوم به منظمة الأمم المتحدة وكذلك الأسكوا في هذا الإطار.